أما قول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه تسمى بمسألة الاستثناء في الإيمان، وقد استوفى الحديث عنها ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية رحمه الله. فمن العلماء من أوجب أن يقول إن شاء الله، وذلك لأن الإنسان يكون عند الله مؤمن أو كافرا بما سبق في علم الله، ولأن من لم يستثني فقد شهد لنفسه أنه تقي، وبهذا له أن يشهد لنفسه بالجنة. هذا قول من يقول بوجوب قول إن شاء الله في الإيمان. هناك من يقول بالتحريم. لما؟ قال لأنه إن قال إن شاء الله فإنه شاك في إيمانه، والإيمان اعتقاد ويقين. وهناك من العلماء من فصل وهو الصحيح، وهو أن قول أنا مؤمن إن شاء الله إن أراد عدم علمه بعاقبته وأنه لا يدري ماذا يكون حاله وهو متفائل بأن يتوفاه الله عز وجل على الإيمان رجاء لما عند الله، أو أنه قال إن شاء الله يعني من باب أنه من المؤمنين المتصفين بكمال الإيمان، يعني هناك من هو ناقص للإيمان، أو أن الإيمان ما حصل إلا بمشيئة الله لا بقدرتي كعبد ولا بحولي، أو أراد التبرك باسم الله بأن يقول إن شاء الله. وكذلك لو قال إن شاء الله خيفة من أن يزكي نفسه فهذا جائز ولا بأس به، لكن المحرم هو أن يكون قائلا لهذه الكلمة وهو شاك في إيمانه. لما؟ لأن الإيمان تصديق ويقين وليس به